السلام عليكم ورحمه الله مشاهدي الكرام الاحداث تمر من حولنا مورا ونحن في لجتها مثل مراكب في عرض البحر داهمتها العواصف والامواج وفي وسط الموج لا يتمكن الانسان من التفكير برويه ولا يتذكر قواعد الحساب والمنطق بل يلجا الى حدسه احيانا والى عاطفته غالبا في تحديد مصيره. واللجوء الى العاطفه في تحديد المصير هو خطا نوعي قد يدفع الفرد او الجماعه بسببه ثمنا غاليا في المستقبل. وهذا تحديدا هو ما يطلبه ويريده الخصم الذي كذف بك في عرض البحر. لقد اراد الخصم ان تتصرف وفق شروط اللحظة القصيرة الذي وضعك فيها التي وضعك فيها لا وفق ما تطمح اليه وتامله فاذا كانت شروط اللحظة القصيرة في يده فهذا يعني انه يريدك ان تتصرف وفق شروطه هو لا وفق اجندتك ورغبتك نحن اليمنيون للاسف سلمنا شروط اللحظة كلها او معظمها سلمناها للأجنبي. الأجنبي الذي إما لا يريد لنا خيرا أو لا يفكر في مصلحتنا بقدر ما يفكر في مصلحته، وهذا أمر طبيعي. فعل هذا بعضنا فعله مضطرا لأن خياراته الشريفة خياراته الشريفة كانت محدودة للغاية. وفعله بعضنا الاخر غير مضطر، لانه لم لم يكن يحمل يحمل لليمن مشروعا يليق باليمنيين. نعم، لقد دفع اصحاب المشاريع الصغيره دفعوا اليمن الى حضن من لا يابه لمصيرها في احسن الاحوال، او من يريد اضعافها. وتلك هي المسؤولية التاريخية التي يحاول أصحاب المشاريع المشاريع الصغيرة يحاولون القفز على هذه الحقيقة والحديث بدلا منها عن دعاوى أخرى مثل العدوان الأجنبي العدوان الصهي سعودي أمريكي وهو العدوان الذي هو عبارة عن ثمرة من ثمار عدوانهم على بلادهم وعلى شركائهم في الوطن. نتذكر هذا الان ونحن نستمع الى تصريحات بعض رجال الشرعيه بعض مسؤوليها وهم يشتكون احيانا بادب يشتكون خذلان التحالف لقضيتهم مع انهم كما يقولون جاهزون لتحقيق النصر وانهاء الحاله الانقلابيه لو لم يكن هناك موقف مريب من قبل التحالف نفسه. عن تصريح اللواء امين العكيمي محافظ محافظه الجوف حول جاهزيه الجيش الوطني لانجاز مهمته الوطنيه في دحر الانقلاب وتراخي التحالف في حسم المعركه سيكون حديثنا لهذه الحلقه اليمني طوال الوقت يسال عن مصيره. ومصير بلاده. منذ ان يصحو من النوم وهو يتساءل: ترى الى اين الى اين نحن ذاهبون انا وبلادي؟ وماذا سيفعل بنا يا ترى؟ وهو يدرك ان خيار السلام تحت سلطه غاشمه كسلطه الانقلاب لا يختلف كثيرا عن خيار الحرب بل ان الحرب بشدتها وباسها وبؤسها ربما تكون ارحم من السلام تحت سلطه مثل هذه السلطه لان الحرب مهما طالت لن تتعدى السنوات اما السلطه الغاشمه فقد تبقى جاثمه على الارواح والاذهان عشرات او مئات السنين والحرب قد تقتل عزيزا هنا او هناك او تجرحه وقد تذهب ببعض الفرص والمصالح المؤقته اما السلطه الغاشمه فقد تاخذ كل شيء قد تاخذ كل شيء منك بالتقسيط بدل ما تموت مره واحده السلطه الغاشمه تموتك بالتقصيد راحتك سعادتك وعيك كل هذه الاشياء يعني كل ما يجعل منك انسان كريم السلطه الغاشمه تاخذه. وان تعيش انسانا منزوع الامان لسنوات محدوده اهون من ان تعيش منزوع الكرامه، منزوع الحقوق بقيه العمر انت وذريتك. طبعا هذا ليس تفكير الجميع لكنه تفكير الاكثريه اليمنيه التي خرجت للتغيير أو لتغيير واقعها البائس في 2011، وهو أيضا تفكير تلك الثلة العظيمة التي خرجت في 1962 للإطاحة بدولة الجهل والخوف والمرض والكهنوت. هؤلاء يفكرون بنفس الطريقة، ولذلك هم صابرون إلى الآن، مستعدون يصبروا في الجبهات، مستعدون على لمفارقة أوطانهم وتحمل معاناه الغربه ومعاناه اللجوء في سبيل ان تستقر بلدهم استقرار يليق بها ويليق بهم وبذراريهم وبعد مرور سنتين ومرور سنتين ونصف من منذ اعلن الاشقاء العرب تدخلهم العسكري في اليمن منذ ان اعلنوا تدخل تدخلهم العسكري في اليمن الى جوار الشرعيه بهدف ازاحه الانقلاب كما اعلنوا منذ ذلك الحين الى الان لم يجد اليمنيون حتى الان جوابا شافيا لاسباب تاخير هذا الحسم المنتظر. على الرغم من توفر الشروط الشروط الموضوعيه واللوجستيه الكامله لهذا الانتصار ولهذا الحسم. جيش وطني مدرب عقيده قتاليه صلبه مشروعيه دوليه كامله مقدرات لوجستية كافية ومع ذلك إلى الآن ما استطاعوا أن يحسموا أمرهم هذه الحيرة أو الحيرة في تأخر التحالف عن الحسم لم تعد محل تساؤل الناس العاديين بل هي أيضا محل تساؤل بعض مسؤولي الشرعية أنفسهم من, من لم يستطع كتمان تساؤله الكثير يعني يكتم ايمانه يكتم أسر... اسئلته ويكتم قناعاته ب... لدوافع دبلوماسيه معروفه لكن البعض لا يستطيع ان يمضي الوقت كله في حاله كتمان ومن هؤلاء الذين تساءلوا محافظ محافظه الجوف اللواء امين العكيمي الذي قال في مقابله تلفزيونيه انتشرت له انه ومن معه قادرون على حسم المعركة في صعدة نفسها وليس فقط في الجوف لولا ان التحالف لم يكرر بعد لماذا لم يكرر بعد هذا امر تتحط تحت علامات استفهام كثيرة تعالوا نستمع الى امين العكيمي نحن جاهزين ولكن التأخير ليس من عندنا من عند من يا سعدة اليوم؟ تحرير ما تبقى من الجوف من عند من ليس احنا المتأخرين أنتم قيادات اللواء وقيادات المحافظة والتحالف أن التأخيرة من عندهم تصريح مهم وأن احنا جاهزين للتحرير إلى صعدة وأن ليس سبباً, سببا في التأخير طبعا من البدهي أن اللواء الحكيمي ما تجرأ على هذا التصريح إلا وهو يكتم الكثير من الألم والشعور بالخذلان مثل غيره من قيادات الجيش الوطني وقيادات الدوله الصادقه فمثل هذه التصريحات يتحاشاها في العاده الكثير من افراد الشرعيه ومسؤوليها نظرا للحساسيه الشديده التي تحيط بموقف الشرعيه هناك حساسيه نتيجه العلاقه مع الاشقاء في السعوديه تحديدا كلنا نعلم أن الشرعية بقياداتها السياسية في موقف لا تحسد عليه، فهي بين خيارين، خيارين قاتلين، إما أن تقول الحقيقة وتدخل في صراع مع دول التحالف سيؤدي حتما إلى خسارة القضية الوطنية وتمكين الانقلاب. العداوة مع السعودية أو مع الامارات يعني ليست مثمرة قد تؤدي إلى خسران الوطن والقضية. أو هكذا يقدر مسؤولو الشرعية هذا خيار خيار صعب الخيار الآخر هو الصمت الصمت والمداراة إلى أن يجعل الله لنا مخرجا والحقيقة أن هذه المسألة في جانب كبير منها تقديرية تقديرية يعني تخضع للتقدير الشخصي تختلف من تقدير شخص لآخر بحسب ما لديه من معلومات أو أهداف أو نوايا ولهذا قد يختلف فيها تقدير المسؤول عن تقدير المتابع العادي. إلا أن للتقدير حدود تنتهي عنده. يعني صحيح أن المشهد السياسي والعسكري في اليمن وفي الجزيرة العربية برمته محكوم بما يدور في الكواليس، المشهد يعني تحكمه أسرار الكواليس ما يطبخ في المطبخ السياسي. والناس يجهلون معظم ما يدور في هذه الكواليس وقد يكون هناك مخططات غير معلنه وتكتيكات لا تمثل حقيقه الموقف، يعني قد يقول البعض انه السعوديه آآ آآ لها تكتيكات لا تمثل حقيقه موقفها من القضيه اليمنيه او من القضيه الفلانيه. الا ان المشهد احيانا يعني يبلغ من الوضوح الى درجه ان بامكان الشخص العادي ان يتنبا بما سوف يحدث في المستقبل. يتنبأ بما سوف يحدث في الكواليس المظلمة. في هذه الحالة عندما يصبح المواطن العادي قادر على التنبؤ بالمستقبل ويتحقق تنبؤه يصبح الفرق بينه وبين بين ما يعرفه هو وما يعرفه المسؤول يعني فارق في الدرجة لا في النوع. يعني هذا الكلام ينطبق على المشهد على المشهد الحالي في اليمن والجزيرة العربية. المشهد هنا بات مكشوفا وواضحا الى اقصى حد، الى درجه ان المواطن العادي ممكن يتنبا بالاحداث. ربما كما لم يحدث من قبل. وهذا طبعا بفضل ارتفاع مستوى الوعي السياسي للمواطن العربي من ناحيه، وبفضل وصول الصراع الى حدود صريحه ومكشوفه، جعلت الانظمه تتصرف دون مراعاه لشعور الجماهير وانطباعاتها وإرادتها كما كانت تفعل من قبل ثورات الربيع العربي الأنظمة الآن ما عاد يهمها من يرضى ومن يغضب حينما تكون تقديرات المواطن العادي مقاربة لتقديرات المسؤول دون أن يجرؤ هذا الأخير على إعلانها فهذا يعني أننا في أزمة من نوع ما أزمة تحتاج إلى إعادة النظر في الموقف برمته إعادة تقدير موقف لربما أن مضينا في هذا الطريق سيؤدي إلى نفس النتائج نتائج البقاء الانقلاب مثلا وهذا ما يجعلنا نقول أننا بحاجة إلى إعادة تقدير الموقف موقف الشرعية على وجه التحديد مما يجري الآن ب بطريقه مسؤوله لاننا في لحظه تاريخيه يعني في مفترق طرق. سبق وان تحدثنا في حلقات ماضيه عن عناصر قوه الشرعيه وعناصر ضعفها في مقابل عناصر القوه والضعف عند جبهه الانقلاب. وتحدثنا عن أسباب بقاء الانقلاب وعلى ما هو عليه واقفاً على قدمي حتى الآن لكننا كنا دائما نحاول أن يكون تحليلنا موازيا لخطاب القيادة السياسية الشرعية حتى لا نسبب له حرجا أو لا نسبب للشرعية حرجا عند شركائها العرب من ناحية أو حتى لا نؤلب على هؤلاء الأشقاء أو نؤلبهم على قضيتنا لكن هذا الموقف نتكلم بصراحة يعني ما عاد فيش ما نخسره هذا الموقف الدبلوماسي الحذر قد يغير خطابنا وخطاب اليمنيين جميعا إذا كانت نتائج الحذر كما قلت مثل نتائج الصراحة نحن تحملنا كثيرا من أجل بلدنا نحن في الشرعية وأنصار الشرعية أصحاب قضية محترمة فعلنا ما يفعله كل الشرفاء المناضلين في العالم من اجل قضاياهم. خرجنا في البدايه لتغيير النظام الذي انحرف بمسار الدوله والجمهوريه والمجتمع، وحطم حياه اليمنيين، وحطم مستقبلهم، وذهبنا مع هذا النظام الى حوار وطني شامل يؤسس اليمن جديد يليق بكل اليمنيين، وينهي جذور المشكلات التاريخيه للمجتمع اليمني ثم انقلب هذا النظام على هذه التجربه على هذا الحوار ولما انقلب النظام السابق على هذه التسويه التاريخيه وتحالف مع النظام الملكي الاسبق وقفنا في وجه الانقلاب وهذا هو الامر الطبيعي ولما وجدنا ان معظم عناصر القوه لدينا هي عناصر مدنيه لا عسكريه وانه لا قبل لا قبل لنا بمواجهة عصابات عسكريه مدربه مدعومه من الخارج لا يعنيها مصير البلد عندما وجدنا ذلك قررنا اللجوء الى الاشقاء العرب كما يفعل كل الانبياء والمناضلون عندما يتعرضون لمثل هذه المواقف فعلنا ذلك كما يفعل كل الشرفاء وليس علينا لوم بعد ذلك اذا خذلنا هذا الشقيق او ذاك نحن لا نتحمل مسؤوليه افعال التحالف او غيره نحن مسؤولون عن افعالنا نحن سلكنا الطريق الطبيعي الذي يسلكه كل الثوار والمناضلين والشرفاء في 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 التاريخ كله لكن اذا خذلنا الشقيق فهذه مسؤوليته ومن مقام من مقام المسؤوليه هذا ينبغي ان نتوقف قليلا لمراجعه الموقف وتحديد قائمة المصالح والمفاسد حسب انواعها كما نقول هذا امر بات مفهوم ونحن نتحدث بهذا الكلام حتى يكون المواطن والمشاهد العادي في الصوره يعني مطلع على التقديرات والهموم والاحترازات اللي موجوده لدى الشرعيه وانصار الشرعيه يعني ينبغي ان نكون جميعا على مستوى واحد من الوعي السياسي على إدراك بما يدور حولنا وبما يضمره أحيانا أصحاب المشروع المحترم قد يضمرونه ولا يبدونه خوفا على سلامة قضيتهم الوطنية أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا نتابع الاحداث ونرصد التطورات. نتناول الخبر من زوايا متعدده. لنصل معكم الى اقرب صوره لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث. مرحبا بكم مجددا من حق اليمني أن يسأل أشقائه العرب الذين تصدوا لإنهاء الانقلاب بعد أن كان بعضهم هو الذي موله وسانده من حق اليمني أن يسأل إلى متى سيظل الحال على ما هو عليه ولما كل هذا التخبط وعدم الوضوح في الموقف من الحسم الوطن يتآكل من أطرافه والجمهورية تتآكل من وسطها، والناس تذوي بسبب القهر والجوع وقلة ذات اليد، فإلى متى؟ واليمني حين يسأل لا يستجدي، هو لا يستجدي بل يذكر الأشقاء بمسؤوليتهم تجاه قضيته، وهي مسؤولية مزدوجة، مسؤولية الشقيق تجاه شقيقه والجار تجاه جار من ناحية ومسؤولية من شارك من البداية في إيصال اليمن إلى ما هو فيه دول الجوار لم تكن في منأى عن آآ آآ هذا الوضع الذي وصل إليه اليمن سواء من قريب أو من بعيد لولا السياسات الخاطئة لدول الجوار وللمملكة العربية السعودية تحديدا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حرفت جمهوريتنا من حرفت ما انحرف المسار الجمهوري ولا انهارت الدولة ولا احتجنا إلى ثورة 2011 ومساهمتها في يعني إجهاض 2011 أيضا ما مساهمة معروفة ومعلومة لكننا تنسينا هذا وتجاوزناه بعد أن أعلن الملك سلمان عاصفة الحزم وقلنا لعل وعسى أن سياسة جديدة قد ظهرت للعلن بسبب المخاطر القومية المحتكة بالعرب جميعا المخاطر التي تمثلها الأجندة الإيرانية وهل كان بإمكان صالح والحوثي أن يصل إلى عمران بدون بدون معاونة الأشقاء والأصدقاء من الكارهين لليمن وثورة فبراير؟ عموما الناس جميعا مدركون أن قضيتنا الوطنية مرتبطة عضويا بالأجندة السعودية لكن ما لا يعقله الجميع هو ان المنطقه العربيه برمتها اليوم قد اصبحت رهن الاستعمار الامريكي بصوره اكثر صراحه مما كانت عليه قبل ثورات الربيع العربي. لقد تمكنت ثورات الربيع من ازاحه القناع البراك الجميل الذي كان يرتديه الاستعمار الغربي للمنطقه. هذا القناع سقط الان. ودفعت هذا الاستعمار للظهور بصورته الحقيقية أمريكا اليوم ما عادت تستطيع الحديث عن نشر الديمقراطية في الوطن العربي مثلا كما كانت تفعل من قبل بعد أن انكشف دورها في دعم الثورات المضادة للربيع الديمقراطي العربي ما كان الدولة مثل الإمارات أن تتحرك وأن تصنع هذا الصنيع في إجهاض ثورات الربيع العربي لو لم يكن لديها ضوء أخضر من جهة ما كبيره اللي هو سي السيد سي السيد كما يقول الاخوه المصريون وامريكا اليوم ما عادت تقنع من حكام العرب المستبدين بدور الشركاء المجبورين كما كانوا في لحظه من اللحظات ولن ترضى منهم الا بدور الوكيل من الان وصاعدا الوكيل الذي ليس له من الامر شيء وفي هذا السياق ينبغي ان نفهم ما يدور في المملكه العربيه السعوديه كما قلنا من قبل. فقد تمكنت امريكا من احكام الطوق حول عنق المملكه بمجموعه مخاوف جعلتها تلجا الى خيارات قاتله. منها خيار التطبيع مع اسرائيل وخيار المواجهه للتيار الاسلامي المعتدل، طبعا التطبيع جاري على قدم وساق في الغرف المغلقه. اما مواجهه التيار الاسلامي المعتدل فهي قائمه علنا الان. وخذلان التيار السني برمته في مواجهته التاريخية والمصيرية مع المشروع الفارسي هذه لحظة يعني غير مسبوقة بالنسبة للتيار السني هذه الكتلة السنية الضخمة يعني برغم اختلافنا المذهبي معها لكن الحقيقة تقال تتعرض الآن لمؤامرة واسعة جدا وخذلان كبير من قبل الأنظمة العربية السنية أطلقت أمريكا على السعودية ذئاب كثيرة. أطلقت الذئب الإيراني والذئب المصري والذئب الإماراتي ولوحت لها بقانون جاستا من ناحية وبغيره وغيره من التهديدات التي أرغمتها على ترك نفسها فريسة سهلة للسقوط في المستقبل. نحن نتحدث عن مؤامرة على السعودية. مؤامرة ينساق لها الحكام في السعودية لا ندري كيف ينساقون لها بهذه البساطة المملكة تلجأ إلى أمريكا وهي تظن أنها قد لجأت إلى جبل يعصمها من الماء وأمريكا كما قلنا من قبل هي اللجوء اليها كاللجوء الى بيت العنكبوت وان اضعف البيوت واوهن البيوت لبيت العنكبوت لأن العنكبوت هذه بعد ان تحصل على مرادها من الفريسه تعود وتلتهمها لهذا قيل ان اوهن البيوت بيت العنكبوت لان انثى العنكبوت تفترس ذكر العنكبوت بعد ان يلقحها لا تعترف بالجميل كان أمام السلطة في المملكة السعودية خيارات عديدة لمواجهة التحديات التي أمامها من هذه الخيارات الاستناد إلى التيار العريض من المناصرين لها ضد المشروع الطائف الفارسي هذا كان خيار كان ممكن تلجأ لهذا التيار العريض المت... يعني اللي كان في حالة استعداد للالتحام بها ومساندتها في مواجهة المشروع الفارسي الخطير الذي يستهدف القومية العربية قبل ان يستهدف اي شيء كان بامكانها الالتحام مع تركيا وقطر والتيار الاسلامي المنظم والشعوب الشعوب الاسلامية لمواجهة كل هذه التهديدات لكنها لم تفعل ذلك لم تفعل ذلك لانها غيرت عقيدتها الكتالية في لحظة من اللحظات وأعادت ترتيب خصومها. صار الإخوان وجماعات التغيير الديمقراطي هم الخصم رقم واحد. أصبحت إيران هي الخصم رقم اثنين. أما إسرائيل فقد خرجت من قائمة الخصوم تماما. هذا التحول لا يمكن فهمه إلا باعتباره استسلاما كاملا للرغبة الصهيونية لأنه هذا يحقق فقط الرغبة الصهيونية في المنطقة. إسرائيل هي التي تحدد شروط اللعبة في الشرق الأوسط اليوم إسرائيل هي التي تضع قائمة الخصوم لأنظمة الثورة المضادة هي التي حولت بوصلة العداء تجاه تركيا بدلا من إيران وتجاه الجماعات السنية المعتدلة بدلا من الجماعات الشيعية المسلحة التي تطويقها من كل اتجاه وهذا اضطر بعض الأنظمة التي كانت كانت رافضة لإيران وسياسة إيران اضطرها إلى مد يدها لإيران النظام التركي النظام القطري بعد أن كانوا يرون إيران خطر وتهديد جاءت سياسات السعودية وسياسات الإمارات والسياسات المصرية لتدفع هاتين الدولتين أو هاتين الدولتين إلى حضن إيران ما هذا من يخدم لا يخدم إلا من إسرائيل إسرائيل هي المتضررة من وجود النظام التركي الحالي، وهي التي تشتكي من دعم النظام القطري للجماعات الاسلامية وتحديدا حماس، وبسقوط السعودية في هذا الفخ سقطت المنطقة العربية برمتها في قبضة إسرائيل، وأصبحت المسألة مسألة وقت حتى يتم التطبيع الرسمي والشامل كما تعتقد كما تعتقد هي، هم يسابقون الزمن. ليس هذا هو الأسوأ بالطبع الأسوأ هو أن تقع الشعوب نفسها في الفخ الذي صنعته إسرائيل وشركاؤها الأمريكان أعني بالفخ أن تصدق هذه الشعوب نفسها تصدق خدعة الإرهاب والحرب على الإرهاب هذه أشهر وربما أكبر خدعة في التاريخ أنا أفضل أن أسميها خدعة بدلا من كذبا لأنه لأن الإرهاب حقيقة لا يمكن إنكارها. لكنها ليست حقيقة كاملة. الإرهاب حقيقة لا يمكن إنكارها لكنها ليست حقيقة كاملة. وستظل حقيقة ناقصة لوقت طويل إلى أن تقوم هذه هذه الظاهرة بمهامها المرسومة. هناك مهام مرسومة للإرهاب والجماعات الإرهابية مرسومة من قبل أجهزة وأنظمة. إذا هي ليست كذبة، الإرهاب موجود والإرهابيين موجودين. لكن توجيههم بهذه الطريقة هو الخدعة. خدعة رسمت نصف ملامحها في أكبئة المخابرات. والأمر ليس جديدا بالطبع يعني. اليوم داعش وقبل داعش كانت القاعدة وقبل القاعدة كانت الجماعات الإسلامية التكفيرية في مصر والجزائر. وكلها كانت مخترقه من قبل اجهزه المخابرات ان لم تكن صناعه مخابراتيه كامله. بالطبع لا احد يستطيع ان ينكر وجود متطرفين اسلاميين كما قلت او ينكر وجود فكر تكفيري خبيث. هذا موجود. لكن من قال ان وجود متطرفين يكفي لنشوء ظاهره الارهاب الدولي؟ يعني وجود ال وجود العنب وحده لا يعني وجود الخمر بالضروره الخمر يشتي تحضير ويشتي شغل طويل العنب موجود الارهاب الفكر الارهابي موجود والارهابيون موجودون لكن الظاهره الارهابيه هذا موضوع اخر الظاهره الارهابيه بمستواها الدولي هذا موضوع اخر يحتاج الى دراسه وتاني وتامل وتفكير اسئله الارهاب التي لم تجد لها جوابا حتى الان تقول إننا أمام عمل مخابراتي واسع النطاق ربما تشترك فيه أكثر من جهاز مخابرات على مستوى العالم يهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية وليس هناك أحد يقف حجر عثرة أمام هذا المشروع الآن سوى الجماعات الإسلامية الجماعات الإسلامية المعتدلة هذا واضح كيف يضرب الجماعات الإسلامية المعتدلة ويضرب الإسلام؟ بإنشاء جماعات ارهابيه وتوظيف توظيف بهذا الشكل المكزز ليتمكنوا بعدين من ضرب الاسلام المعتدل تحت رايه او شعار ضرب الارهاب وتحجيمه الان التيارات الاسلاميه المنظمه او الجماعات الاسلاميه المنظمه ومعها الجماعات الديمقراطيه تضرب وضرب هذه الجماعات المعتدله هو ضرب لاخر حصون العرب في المنطقه وهذا هو الاسوا هذا هو الاسوا لماذا لانه العدو يدفعنا نحن الى التخلص من كل عناصر القوه التي لدينا وهو يتفرج حصون العرب اليوم تتمثل في قوه التغيير وفي مقدمه هذه القوى القوى الاسلاميه. هذه القوى التي هي اكثر تنظيما والاكثر اتساعا في المجتمعات العربيه يحاولون ضربها الان تحت شعار مكافحه الارهاب. والمؤسف ان القوى المحليه حتى التي تزعم التنوير وتزعم انها راغبه في التغيير، المؤسف ان هذه القوى تندفع للاشتراك في ضرب هذه الحصون لاسباب تافهه اسباب لا علاقه لها بالابعاد الاستراتيجيه بقدر ما لها علاقه بخصومات وقتيه زمنيه اشبه بخصومات الاطفال. هناك شريحه واسعه كما قلنا من العرب اتخذت العداء للجماعات الاسلاميه غطاء لحقيقة موقفها من الاسلام نفسه. جماعات ترفض الاسلام ترفض الاسلام في ذاته لكنها لا تريد التصريح بذلك. الان ربما ستاتي اللحظة التي تجهر فيها بهذه العداوة لكن ليس قبل ان تنتهي من التنظيمات والجماعات الاسلامية. هي تريد الاجهاز على الظاهرة ظاهرة الاسلاميين حتى تتمكن من الظهور الى العالم. هذه الشريحة طبعا بعضها مسؤولين، بعضها مسؤولي دول او دبلوماسيين وبعضها مثقفين وبعضها يعني هي شريحة واسعة موجودة في كل المستويات. هذه الشريحة المعادية للاسلاميين ترفض بعنت التشكيك في فكرة المؤامرة. يعني او انها بالاصح تشكك في فكرة المؤامرة وتستخدم كل ما تعرف من وسائل القمع والتحقير والارهاب الفكري ضد من يقول الحقيقه حقيقه ان العرب اليوم يتعرضون لمؤامره واسعه وهي مؤامره يعني يشتركون فيها أنفس العرب انفسهم ضد انفسهم يعني الكلام ليس فقط عن الاخر الاجنبي العرب انفسهم يتامرون على انفسهم والحرب ضد الاسلاميين ما هي الا احد بنود هذه المؤامره. هذه حقيقه يرفضها ترفضها شريحه من الناس. وترفض هذه الشريحه القول ان ظاهره الارهاب الدولي شكل من اشكال المؤامره، هم لا يعتقدون ذلك ويرفضون هذا الكلام. يرفضون تصديق اي شيء من هذا القبيل على الرغم من وجود الشواهد والادله الكافيه على تصديقها، وهذا نوع من تزييف الوعي. تزييف الوعي الجمعي وهو مقدمه كما قلت للمشاريع الغير الوطنيه والمشاريع غير الانسانيه والمشاريع غير الديمقراطيه حينما يظهر ضباط سابقون في الجيش والامن ويدلون بشهاداتهم عن دور اجهزه السلطه في صناعه ظاهره الارهاب فهذه تعد ادله كافيه على فكره المؤامره سواء كانت المؤامره محليه او دولية ويكفي أن تثبت هذه التهمة على جهاز أمن عربي واحد حتى يتم تعميمها على بقية الأجهزة لأنهم يتواصلون بالشر ويتناكلون الخبرات فيما, الخبرات فيما بينهم وهذا ما حدث خلال السنوات والشهور الماضية بالفعل ظهر على شاشات التلفزيون أكثر من ضابط عربي سابق يعترف باشتراكه هو في عمليات ارهابيه ضد مواطنين ابرياء بهدف تشويه سمعه الاسلاميين ودفع المجتمع لمعاداتهم. ومن هذه الشهادات ما رواه ضباط جزائريون تائبون. رووا شهادات عن دور اجهزه الامن الجزائري في صناعه ظاهره الارهاب في الجزائر خلال عقد التسعينيات اللي هي العشرينيه السوداء كما يسمونها بعد فوز الاسلاميين في الانتخابات انذاك. يروون شهادات م مؤسفة منها هذه الشهادة لضابط جزائري سابق يقول ان مسؤولين كبار في الدولة امروه بالالتحاق بعصابات الجبل التي كانت تنفذ عمليات قتل وترويع باسم الجماعات الاسلامية في الجزائر ويقول ان امير الجماعة الاسلامية كان عميلا للمخابرات الجزائرية وهذا يذكرني انا شخصيا برواية رواها لي دكتور يمني طبيب كان يعني زميلا لنا في مؤتمر الحوار الوطني وكبير في السن وله خبره طويله اظن الدكتور قاسم الثور قال انه لما زار الجزائر في تلك الفتره وتاه في احدى المناطق وفجاه وجد نفسه في قبضه جماعه تزعم انها جماعه اسلاميه واخذوه الى منطقه اوقفوه حتى يأتي أمير الجماعة ليحكم فيه حكمه قالوا إذا لما وصل وجدت شيء كائن عجيب شخص لابس جنس على الطريقة الغربية أشكر شعر أشكر وعيون زرقاء و يعني من دفعة ترفولتا يعني ماهوش هذا شيء دفعة جماعات إسلامية ويبدو يبدو الراجل ما كانش جاهز يعني يرتب نفسه ويركب لحية مثل ما سووا أصحابي اللي بعد شوية، يعني هذه الشهادة أنا سمعتها بشكل شخصي من دكتور قاسم، وهذه ظواهر تخلينا كمجتمعات نعيد النظر في كل ما سمعناه ورأيناه من قبل من ظواهر حول الجماعات الإسلامية والعمليات الإرهابية. نستمع إلى شهادة الضابط الجزائري ثم نعود. سنة 1995، أطلب مني مدير أمن الجيش مباشرةً. الجنرال كمال عبد الرحمن طلب مني بطريقه مباشره ومعه الجنرال طرطاق اللي هو الان رئيس الامن الداخلي حتى الشعب الجزائري الناس اللي راهم يقولوا خلونا من الكلام على الماضي وكذا يكونوا عارفين الناس اللي طلبوا مني حتى اصعد انا الى الجبل انا النقيب شوشان الضابط المتميز في القوات الخاصه نطلع انا باش ننضم الى زيتوني اللي هو ماهوش اسلامي هو عميل للمخابرات طلبوا مني الالتحاق به هؤلاء الناس، اليوم هذا الانسان بالرغم من ان انا تكلمت شخصيا مع المديريه العام وكتبت وتكلمت في التلفزيون وتكلمت في الانترنت بان هذا الانسان متورط مع ذلك تم تعيينه المدير العام او المدير الامن الداخلي اللي هو في الحقيقه المدير الحقيقي للامن في الجزائر، هو م. الذي يعين كل المسؤولين لدينا ايضا شهاده اخرى لضابط جزائري اخر شارك بنفسه في عمليات قتل هو بنفسه شارك في عمليات قتل لمواطنين أبرياء ونسبها هو وزملائه إلى الإسلاميين وعندما طلب منه المحاور في التلفزيون ذكر مذبحة محددا نفذها قال إنه كان مع زملائه في يوم من الأيام يسكرون في إحدى الحانات على الطريق السريع ثم بعد أن انتهوا من أمرهم قاموا لممارسة عملهم فلبسوا ملابس الإسلاميين ثياب البنطلون القصير والثوب الابيض وركبوا لحى صناعيه عده الشغل يعني موجوده معهم في السياره وتلثموا واوقفوا بعض السيارات في الخط السريع واخرجوا اصحابها واطلقوا عليهم النار بدم بارد تماما كما تفعل داعش اليوم. تعالوا نستمع الى هذا الضابط. انا انا كنت معهم هل كانوا ملثمين؟ كانوا اولا ذهبنا الى حانه في في حسن داي <applause> وسكرتم هناك حتى الثمالة اكزاكتلي <applause> <applause> وانت منهم طبعا نعم انا اقول التاريخ يعني واحد نعم نعم سمتو. وبعدين قروا قالوا يلا يلا نمشي انا انا ما كنت على العلم رايحين زي ما قلت من قبل مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا مرات اخر لحظه هذه الشهادات التي استمعنا إليها لا بد أن تذكرنا نحن اليمنيين تحديدا خصوصا يعني تذكرنا بالعمليات الإرهابية التي قتل فيها يمنيون أبرياء في أرض الجيش مثلا حادثة الأرض المشهورة بصنعاء وغيرها من الحوادث هذه الأساليب تواصت بها أجهزة الأمن الملعونة بهدف تضليل الشعوب وتوجيه طاقة الغضب باتجاه التيار الإسلامي الذي يزعج الأنظمة الحاكمة نقول هذا ليس دفاعا عن الإسلاميين مع أن الدفاع عنهم إذا كانوا مظلومين ليس نقيصة ولا عيب وإنما نقوله لحماية وعينا من التضليل نحن نتعرض لغسيل دماغ نتعرض لموجة تضليل واسعة النطاق ومهمة مهمة المثقفين هي حمايه هذا الوعي الجمعي حمايه هذا الوعي الجمعي هذه مسؤوليه اخلاقيه قبل ان تكون مسؤوليه سياسيه لاننا لو وعينا هذه الاساليب وفضحناها سنحد من وجودها ينبغي ان نخبرهم ان اللعبه باتت مكشوفه واننا نحمل آآ آآ يعني وعي كافي لمواجهة هذه اللعبة ونحمل هذه الأجهزة الدولية والمحلية مسؤولية الجرائم التي نفذتها تحت راية الإرهاب مرة وتحت راية مكافحة الإرهاب مرة أخرى. نحن في معركة مع الأنظمة القمعية المستبدة في الداخل العربي وهي معركة على مستويات كثيرة أهمها وأخطرها مستوى الوعي وغسيل الدماغ. يطلبون منا أن نفتت بأيدينا كل قوانا الاجتماعية الحية التي تزعجهم وفي مقدمتها كما قلت القوى الإسلامية التي يختلفون معها والتي قد نختلف معها نحن أيضا على ألف مسألة ومسألة لكننا لا يجوز أن نختلف على كونها قوى اجتماعية مناهضة للاستبداد ويكفيها شهادة حسن سيرة وسلوك أنها أصبحت محل رفض لجميع القوى المشبوهة في العالم التيار الإسلامي اليوم المعتدل أصبح مرفوضا من قوى الفساد والاستبداد المحلي ومن قبل المشروع الصهيوني ومن قبل القوى الدولية ذات المطامع في المنطقة العربية وهذه شهادة له شهادة حسن سيرة وسلوك وسنقع في الفخ نحن علمانيين وغير علمانيين سنقع في الفخ المرسوم إذا جارينا هذه القوى الدولية والإقليمية في موقفنا من الجماعات الإسلامية المعتدلة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله